بسم الله الرحمن الرحيم. مجددا نلتقي في الحلقة الثانية على القناة المعرفية المشاهد تي في للأستاذ السي عبد الله الثورة. كما قلنا هذا الترسيخ لمجهود ديال المشاركة ديال أننا نكون في لحظات الأزمة نكونوا أو نسجل بدائل للحل. إذا كما شلنا البارح أو كما تبعنا البارح وكانت هي الدرس الافتتاحي حول منهجية التحليل الفلسفي الإطار العام، كنقول الإطار العام، حاولت نوضعكم أشنا هو المطلوب منكم، بمعنى أنه أن تكتب فلسفيا معناه أن تكتب فلسفيا معناه أن تمتلك حسا فلسفيا، وبالتالي حاولت نوضع الخطوط العريضة للمطلوب من المترشح والمترشحة. راه عندنا مهمة خاصة، ما عندناش مهمة معرفية ولكن عندنا مهمة معرفية ببعد منهجي دقيق إجرائي دقيق، بمعنى عندنا أربعة لحظات كنقول راكم أي طالب راكم مترشح غدا في الامتحان الوطني مطلوب منك أربعة لحظات، أربعة لحظات أساسية خاصك كلهم كل مرحلة كل لحظة تعطيها الوقت ديالها وتعطيها القيمة ديالها. عندنا اللحظة كيف ما سميناها اللحظات الأربع على اي ان ما كيكتبش، كان اللحظه الاولى اللي هي اللحظه ديال الفهم، اللحظه ديال الفهم، عندي اللحظات الاربع الفهم ثم التحليل ثم المناقشه واخيرا التركيب. وقلت الحصه الاولى ان الفهم هو القدره على كومبروندر، هي القدره على الامساك شي حاجه شديتيها بيدك، شديتيها درتيها في يدك، هذا هو فهمتي شي حاجه انك ملكت تملكتها، بمعنى ما بقاش كتخلق لك مشكل. التحكم انا كنسميها لو ميتريز، تحكمتي. كيفاش تحكمتي في المنهجيه الفلسفيه او في الاختبار الفلسفي بغض النظر عن الطبيعه ديالو، واش هو نص او قوله او سؤال مفتوح، فاحنا امام منهجيه اختبار. المطلوب يكون عندنا ربعات اللحظات الإخوان، الفهم خاصك تفهم وخاصك تبين المصحح أنك فهمتي، ثم التحليل ثم المناقشة ثم التركيب. طبعا هذا الشيء كامل لاش باش نوصله المنتوج الفلسفي اللي غتقدم في الورقة ديال الاختبار، المنتوج هذاك لو برودوي، هذيك لا برودكسيون ديالك انت اللي غتكون، خاص يكون فيها مؤشرات التفكير الفلسفي. نعرفوا بان التلميذ هذا المترشح اصبح له حسا فلسفيا عن طريق امتلاك مؤشرات التفكير الفلسفي اللي كما شرحتها في الحصه السابقه في الحصه الاولى، الفكر المفاهيمي، الفكر الاشكالي، الفكر النسقي القيمي، ثم الديالكتيكي. رجعوا للحصه السابقه راه هادشي فصل. اليوم حصة حاولت أنني أزاوج بين الكم المعلوماتي أو المعرفي المضموني والاختبار الوطني، بعد هناك بعد معرفي إجرائي، بعد معرفي إجرائي تمرين، وحاولت نجيب لكم السؤال الاختبار الوطني اللي توضع في 2016 الدورة العادية. هذا اختبار أو امتحان وطني توضع المترشحين والمترشحات ديال بكالوريا 2016. كيقول السؤال، هي قولة، كتقول القولة: يتغير الشخص خلال نموه لكن استدراك يحافظ دوما على هويته. حلل وناقش. هذه هي القولة. طبعا أنا مترشح سأقوم بقلب الأدوار، أنا الآن ماشي أستاذ، أنا مترشح، أنا طالب مترشح، غنجتاز، كيف سأتعامل مع هذا السؤال؟ هذا لحظة من التحدي، هذا تحدي أمامي خاصني نجتازو، وإلا غادي نكتشف أنني فاشل، ما قادرش نجتاز هذا التحدي. إذا هذا التحدي يستلزم تعبئة كل المهارات وكل الكفاءات وكل المعارف التي أملكها في لحظة ديال ساعة ثلاثة سوايع أو ساعتين على حسب التخصص، باش ننجز مهمة نبين فيها للمصحح أنني أمتلك مهارات التفكير الفلسفي. طيب
لاحظوا معي ملاحظات باعتبارها ملاحظات إرشادية كتبين لنا توجه ديال كتبين التوجه ديال التوجه ديال 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 التفكير ديال التصحيح او ديال التعامل مع الامتحان الوطني. لاحظوا ما كاينش صاحب القوله، لاحظتوها؟ لاحظوا معي ان ما كاينش صاحب القوله رغم انه معروف صاحب القوله، ولكن ما كاينش. ماشي حيت ما كاينش هما ما بغاوش يديروه، ما باغينش يديروه. فلسفه المشرع او البيداغوجي الوزارة عندها اختارت واحد الإطار ديال التفكير، ما بغيناش التلامذ يبقاو كيفكروا من خلال أسماء الفلاسفة، وبالتالي يكون عندنا تاريخ ديال الفلسفة. ما بغيناش التلميذ يقول قال أفلاطون، قال جلاشولي، قال دولوز، قال كافكا، قال لا. بغينا التلميذ أن يفكر فلسفيا، أن يفكر فلسفيا بغض النظر عن الأسماء الفلاسفة والنظريات وتصورات الفلاسفة. إذن عدم ذكر الاسم أو الفيلسوف حتى تتحرروا، ما تبقاوش معمرين جيوبكم ها النظرية ديال مورو بونتي، ها اللي قال سالتر، ها اللي قال دولوز، ها اللي قال نيتش، ها اللي قال هايدغر، ها موقف كانت، ها موقف ديكارت. لا، لنتحرر من الفلاسفة لكي نمارس التفكير الفلسفي. إذن أنتم الآن مطالبون بامتلاك مؤشرات التفكير الفلسفي عمليا. كيفاش نجاوب؟ غد نجاوب عبر اربع لحظات، واللي ما دارش هذه اللحظات فيعترف ان هناك خلل. ما عندك خلل، ما تقولش تقول ما كاينش منهجيه نهائيه، ولكن هناك ارشادات ملزمه كيحطوها في البارين. اذا البارين اللي غادي نناقش معكم، البارين اللي تحط لهذا السؤال هو اللي غادي نناقشوا اليوم، باش كتعرفوا كيفاش كيتصحح الامتحان، كيفاش كيتصحح الامتحان الوطني. اذا تصحيح الامتحان ما يمكنش تجاوب باش تمتلك 20 على 20 ما سميته بالعلامه الكامله الا عبر اربع لحظات. بمعنى خاصك تكون فهمتي مرحله اولى، الفهم يقودك إلى التحليل. مرحلة ثانية، التحليل تقودك إلى المناقشة. لحظة ثالثة، ثم اللحظة الإجمالية هي النهائية، اللحظة الرابعة مرحلة التركيب لو سانتاز. بمعنى إلى حيدت وحدة من هادو خلل، خطأتي في الأولى خلل، ما درتيش وحدة خلل. إذن الصواب، عين الصواب، كل الصواب يكون عندنا هذه الرؤية الكلية النسقية. خاصك ولدي تفهم، خاصك بنتي تفهمي، حيت لما فهمتيش كيفاش انت ما فهمش وغتحلل؟ كيفاش انت غتناقش وانت ما قادرش تحلل؟ كيفاش انت غتركب وانت ما قادرش تناقش وما قادرش تحلل وما فهمش؟ اعطي مثال، كتجي كتناقش معايا مثلا مرض كورونا المستجد، انت ما عارفوش وكتناقشوا. لا يمكن أن أناقش شيء ألا أعرفه، خصني نفهم بعدا، خصني نفهم. حتى كنفهم عاد ندوس كنحلل، وحتى كنحلل عاد كنناقش، وغاد نفهم أشنا هي المراحل. رجاء أقول رجاء، حالة هذه كنقولها استعجالية، عفاكم، عارف راها الأساتذة كلها كيعطي منهجية، وأعرف هناك فوضى في المنهجيات، أؤكد هذا المعطى، لكن نحتكم الى المنهجيه ديال الوزاره التربيه الوطنيه اللي هي عباره عن مذكرات موجهه كيف ينجز الامتحان الوطني. الامتحان الوطني في ربعات، هكا ملي كيجي السؤال كيكون معاه البارين، المصحح نسال الاسئله كيقول لهم على المترشح ان يعالج الجواب ديالو عرب اربع مراحل. نجيو للفهم اللي هو المرحله الاولى. طبعا انا الان شنو الفهم؟ الفهم مطلوب منك عنص مؤشرين، جوج المؤشرات. ما جبتيهمش عندك مشكل، ما جبتيهمش عندك خلل، عندك عطب، عندك عطب. بمعنى البناء ديالك سيكون بناء غير متوازن، او بناء خاطئا، او بناء غير سليم. هاد جوج المؤشرات في الفهم شنو هما؟ خاصك تخرج لي المفهوم
وخاصك تخرج لي الإشكال صافي. بغيت ندين المصحح السيد المصحح أنني فهم. باش فهم أعطيني مؤشرات، أعطيني دليل بأنك فهم، تثبت لي بأنك فهم. هناك وسائل إثبات أنك فهمتي القولة، خاصك تخرج لحظتين. شنو هي اللحظتين؟ مؤشرين، مؤشر المفهوم ومؤشر الإشكال. والحصة ديال البارح الأولى شنو قلت؟ قلت لاحظوا بأنه راه الاختبار الفلسفي في مادة الفلسفة كيحاول يختبر فينا إلى أي حد أننا استطعنا أن نمتلك حسا فلسفيا، ماشي حس أدبي، ماشي حس جغرافي، ماشي حس تاريخي، ماشي حس لغوي، ماشي حس تحليلي في الأدب في نظرية الشعر الحديث أو القديم. لا، الحس الفلسفي معناه القدرة على الوصول إلى المفهوم. كونسبسيون، تكون عندك امتلكتي لك كونسبت. هذا الكونسبت وراه شي قلتو البارح الحصة الأولى، أنه مهمة الفلسفة هي إنتاج المفاهيم، وما لا يوجد كمفهوم لا يوجد بالمرة، الفكر هو المفاهيم. إذا غتخرج لي المفهوم. وش هو المفهوم؟ دائما المفهوم يرتبط بإشكاليات. جبد لي الإشكالية اللي كاينة هنا. صافي، هنا عندك شحال عندك؟ عندك ربعة النقاط الإخوان. هنا ربعة النقاط. غادي نجي معكم البريم اش كتبوا البريم اللي تعطى في السؤال، وغترجعوا ليه، راه موجود متوفر، وغتشوفوا اش كتبوا في في المصحح، باش من اللي بغي صحيح يشوف واش المترشح التزم بهذه الخطوط العريضه. اولا تحديد المفهوم، عليه نقطه. الا قلتي تندرج القول التي بين ايدينا مثلا في مفهوم الشخص، احسبها. من تكونوا كتكتبوا حط حداكم واحد الورقه وكتحسب، من حقك تحسب، واكد لكم غتخرج وانت عارف شحال غتجيب، عارف شحال غتجيب. خليكم ديك الهضره ديال راه ما يمكنش تجيب فلسفه، غتخرج وعارف بحال الماط، غتخرج وعارف شحال غتجيب، حيت الفلسفه ماشي فكر كما دابا، وانما هي ماده فلسفيه، ماده. الى حددتي المفهوم نقطه مزيان، إلا حاولت تصيغ الإشكالية المرتبطة بالمفهوم جوج نقاط. هنا شنو هي الإشكالية؟ راجعوا معايا. يتغير الشخص خلال نموه، إذا هناك تغير. الشخص كيتغير، طبعا كيتغير في الجسد، كيتغير في الأخلاق، كيتغير في القيم، كيتغير في معارفه، كيتغير في لامورفولوجي ديالو، كيتغير في قناعاته، كيتغير في أحاسيسه، الإنسان كيتغير. ولكن يؤكد صاحب هذه القولة أن التغير لا يلغي الهوية، والهوية تعني الشيء الثابت، بمعنى وراء التغير هناك هوية ثابتة. هذه الأطروحة سيلاتاز اللي غتناقشوها هنا، سيلاتاز اللي غتناقشوها بلونتيتاز، وغنديروا هنا السانتيز هي نجمع بين هذه وبين هذه، غنعطيكم الآليات كيفاش كتخدم. سان اكزيرسيس كيدار. نرجعوا، اذا الاطروحه اللي كاينه هنا، شخص يتغير اثناء نموه، لكن التغير يقع دائما داخل ما هو ثابت. اذا شنو الاشكاليه اللي غنقول؟ الاشكاليه اللي غنصيغ مثلا، غنقول مثلا هل هويه الشخص ثابته ام متغيره؟ نطرح سؤال اخر، حيت ما عنديش سؤال وحيد. لا، شنو الإشكالية؟ هو سؤال، شنو الإشكالية؟ هو سؤال مفتوح يستدعي إجابات متعددة ومتعارضة، لكن كلها منطقية، كلها منطقية. إذا غنجي هنا شنو الأطروحة؟ شنو الإشكالية؟ الإشكالية هي إلى أي حد، أو هل يمكن اعتبار شخصيته هويته الشخصي ثابتة أم متغيرة؟ نقدر نغير السؤال. هل مظاهر التغير في الشخص أو داخل الشخص أو على الشخص لا تؤثر على ثبات شخص هويته؟ نختار، ولكن علي أن أحدد العلاقة ما بين الثبات والتغير والهوية.
واش الإنسان هو الإنسان أو الإنسان ماشي هو الإنسان؟ إذا قلت الإنسان هو الإنسان يعني أنه فلان حطيتيه هنا في المغرب في إيطاليا خارج إيطاليا في المسجد لا يتغير يحافظ على ذاته هو هو المفهوم الماهوي هو أ تساوي أ. هنا غادي نرجعوا للمنطق الأرسطي منطق الهوية أ علاش سميناه المنطق الهوية لأنه الشيء يساوي نفسه. ولا قلنا أن الشيء ليس هو نفسه بمعنى أنه أ ماشي هي أ تقدر أ تكون نوع أ تقدر تكون ب س د أ ف ج كيتغير. الإنسان في الجامعة ماشي هو في المنزل ماشي هو في المقهى ماشي هو في الحي ماشي هو في القسم ماشي هو خارج القسم. إذن فالإنسان يتغير وفق تغير سياقات. إذن حنا غادي نرجعوا للإشكالية المفهوم هو الشخص الإشكالية طرح سؤال مفتوح يحتمل ربط الهوية بين التغير وبين الثبات. غادي نكون جمعت شحال أربعة نقاط نفوت أربعة السطور ما تكتروش الكم لا يعني الجودة الفهم هو الجودة الصواب هو الفهم. واش فهمتي بعدا راه كاين شي واحد غادي يمشي لك هنا يدير لك شي هضره يدير لك بان النمو ولا يدير لك شي مفهوم كاع ما كاين. عافاكم الحذر لا فيجيلونس جو دي توجور جو بيرسيت هذا الكونسيبت الحذر. السيلو الزرق ما تحركوش بسرعه حط السيلو بقى تقرا بشويه بهدوء راه ما يكونش عندك داك الضغط ديال خاصني نكتب بزاف. الكم لا يعني الجوده. التفكير الجيد خاصني نبداه بفكر جيد يقول الفرنسيون بون ديبار ديلو ديبار. الى طحتي هنا عوج تخيل هنا ما فهمتيش مزيان درتي مفهوم خاطئ والاشكاليه خاطئه. معناه تحليل خاطئ مناقشه خاطئه تركيب خاطئ تقبتي الورقه بلا ما تعد براسك بلا ما تحتج بلا ما تقولي الاستاذ ظلمني بلا ما تقولي مزيرونا في الامتحان. الخلل فيك انت لانك ما فهمتيش. واقول الفهم هو القدره على حتى تحس بانك المفهوم شديتيه هنا انطلق. اياكم ان تنجزوا او ان تنطلقوا من ارض خا بحال بنيتي واحد شي منزل زوين فوق ارض ماشي ديالك خليك حتى تبنيه وجاهي يقول لك ما ديالكش ديالي انا لان ارضي انا. انتبهوا الى الاساس الاول الى الارض الاولى التي سيبنى عليها مشروعكم الايجابي ديال الجواب. غادي ندوز دابا فهمنا غنحاول ان كنتمنى للاسف ما كاينش التفاعل باش نعرف الفيدباك لشي اللي كنقول. عموما الفهم عفاكم الفهم اكرر الفهم مطلوب منك جوج الحوايج جوج المؤشرات بينهم ليا بينهم ما تخبيهمش. الفكر كما يقول ديكارت هو الأوصية هو الحضور هو جعل الغائب حاضر. هذا هو الفكر عن ديكارت. الفكر الديكارتي الفكر يساوي إحضار الغائب أو جعل المبهم واضحا. علاش دابا كنقولوا العلم نور. العلم بحال الشمس اللي كتكون الظلمة حاجة ما كنشوفوها كتجي الشمس كل شيء كيتشاف يصبح الواقع العالم مرئيا. ولكن الفكر بالعقل يصبح الواقع مرئيا بالفكر. الفكر هو إزالة الغموض. عافاكم بغينا مؤشرات ديال الوضوح ديال الوضوح. شنو هو الوضوح؟ جوج الحوايج المفهوم والإشكالية. غادي ندوز للتحليل. شنو التحليل في هذه القولة؟ نرجع للباريم اش غايقول لي في الباريم باش ما نقولش بان ماشي الأستاذ اللي كيقول المذكرة التوجيه اش كيقول؟ على المترشح والمترشحة استخراج وتحديد الأطروحة. اش هي الأطروحة اللي كاينة هنايا؟ الأطروحة تحيد هذه أنه الشخص واخا كيتغير كيبقى عنده هوية ثابتة. إذن شنو هي الأطروحة هنا؟ الأطروحة واضحة أن الشخص رغم تغيره ومظاهر تغيره يبقى شخصا ثابتا. هذه الأطروحة خاصك تبينها من بعد غتعاود تشرحها. طبعا هذه القولة ديال من؟ هي ديال فيلسوف معروف غتكون قريتو عليه ديال جول لاشوليي سمعتوا به؟ طبعا ما كيهمش تسمعوا به حيت حنا ماشي مطلوب منك انك تعطي اسم فلاسفة. حنا كنخدموا على فكر فلسفي يتحرر احيانا من سميتو باش نخليكم عندكم واحد شويه ديال الحرية رفقا بكم باش ما بقاش تعرف كاع الفلاسفة اللي هضروا. اذا هذا التحليل كيفاش غادي نحلل دابا هذه المقولة؟ إذا هذا التصور يدخل
في إطار واحد توجه فلسفي كبير يسمى بالتصور الماهوي. التصور الماهوي، ماذا أقصد بالتصور الماهوي؟ أقصد بالتصور الماهوي هو التصور الذي يجعل للشخص هوية ماهية. ماهوي، ماهوي، ماهية جوهر ثابت لا يتغير. مهما تغيرت الأحوال، مهما تغيرت السياقات، مهما تغيرت الأعراض، فالشخص لا يتغير. إذن هناك هوية ثابتة، وخي بدل وخي يمشي في الممشى كيبقى الشخص هو الشخص. إذن هذا التصور المهوي فيه بزاف ديال النظريات أو ديال التصورات الفلسفية، منه أفلاطون. أفلاطون اعتبر بأن الإنسان محكوم بين عنصرين، ماهية ثابتة وعرض متغير. هكذا قال أفلاطون. أفلاطون حينما تحدث فاعتبر هناك جوهر وهناك عرض. شنو هو الجوهر؟ هو الفكر. الجوهر هو الفكر، والفكر من طبيعة خالدة لا يموت، أما الجسد فهو يتغير. إذن حتى الإنسان من اللي كيموت، بحال دوك الفلاسفة الكبار والعلماء الكبار والمفكرين الكبار والمفسرين الكبار، صحيح ماتوا جسدا لكنهم ما زالوا عايشين معنا. أرسطو ما زال حاضرا، ديكارت ما زال حاضرا، سبينوزا ما زال حاضرا، ابن تيمية ما زال حاضرا، الإمام الغزالي ما زال حاضرا، ابن رشد ما زال حاضرا، الكندي ما زال حاضرا، ابن سينا ما زال حاضرا، جاليلي ما زال حاضرا، جدي ما بقيناش كنعرفوه لأن حتى أنا ما كنعرفوش لأنه لم ينتج فكر حدي. إذن إذا أردت الخلود عليك أن تفكر الانتقال من الجسد إلى الفكر. لذا قال أفلاطون علينا أن نتحرر من حماقة الجسد. الجسد أحمق ولا يقود إلا للحماقات، وبالتالي إذا أردنا أن نكون إنسانا عليك أن تكون مفكرا. وحده الفكر يضمن لك الثبات ويضمن لك الوجود ويضمن لك البقاء، أما الجسد فهو أحمق متغير شهواني لا ثقة فيه. نفس هذا التصور المهوي ديال أفلاطون قالوا ديكارت. دونك ديكارت غتكونوا طبعا غتكونوا رجعتوا من الأساتذة ديالكم ما يمكن أن نسميه بالتصور الديكارتي عبر الكوجيت الشهير أنا أفكر. إذن أنا موجود، وجودك مرتبط بقدرتك على التفكير مهوي، وبالتالي الجسد والحواس كلها خادعة. يتغير الجسد، يتغير وجهك، يتغير شعرك، شعرك يتقوص ظهرك، تولي فيك التجاعيد، لا ينقص من قيمتك ككائن مفكر. ولا ما كنتش مفكر واخا يكون عندك ما عرفتش انا جسم ما عرفتش شنو ديالاش، وجه ديال نبي الله يوسف، وشعر ديال شي واحد مهم دوك المهم، يكون عندك مظاهر في غاية الجمال، انت لست انسانا. لانه ما يجعلك انسانا ثابتا هو القدرة على التفكير. ثم كاين تصورات كثيره. جيل لا شوليه صاحب القوله شنو كيقول؟ كيقول لك اودي راه واخا كتغير المظاهر وكيتغير الشكل، فاللي كيضمن البقاء والوحده الهويه ديالنا هي وحده الطباع وترابط الذاكره، وحدته. اذا علاش انت هو انت؟ انت هو انت لان انت لك ذاكره، عندك واحد الماضي، هذاك الماضي هو اللي كتشوف به الحاضر. ولا جينا وجينا وحيد لك الماضي ديالك ما غتبقاش انت هو انت. اذا ما يضمن وحدتك هويتك هو وحده الطبع، اي الطريقه الوحيده التي تنظر بها الى العالم. هذه الطريقه باش كتشوف العالم ما كتغيرش. لكن كيفاش كتغير؟ كتغير من خلال الذاكرة ديالك. بمعنى اللي ما عنده ذاكرة ما عنده هوية. اللي ما عنده ذاكرة ما عنده هوية. شكون هما الحمقى؟ من فقدوا ذاكرتهم. ما بقى كيعرف لا باه لا خو لا عمو. لا هوية لا قيم لا مجتمع لا أنا لا الآخر.
راه كلام مهم. من لا ذاكرة له سيصبح بدون هوية، بمعنى كائن هش بغى يمشي. إذن الهوية هذا الشخص واخا كيتغير شعرك، يتغير المظاهر ديالك، تجيك السخانه، تجينا لا كورونا وندخلوا لديورنا نتخباو ما نبقاوش نسلموا ما نبقاوش نجلسوا، صحيح هذه تغيرات وقعات لكنها لم تنقص من قيمتنا ومن هويتنا المؤسسه على ذاكرتنا. اذا وحده الذاكره، وحده الطباع هي ما يضمن. صحيح لا تغير وتلبس جلابيه او تلبس جين، تسكن هنا او تهضر هنا، تفكر بهذا الشكل، فهذا الشيء ما كيتغير، هذه هي مظاهر تتغير لكنها لا تغير من الهويه في شيء. مزيان. اذا الان شلنا الطابع المهوي الذي يحصر الهويه في شيء، في عنصر انت ثابت. الشخص هو من امتلك هويه، من امتلك جوهرا ثابتا، وهذا الجوهر هو اللي كيحدك. إن حضر الجوهر حضر الشخص. ديكارت الفكر، أفلاطون الفكر، جيل لاشوليي وحدة الطباع وترابط الذاكرة هو اللي كيخليك تفكر بشكل منسجم. شنو هي الهوية؟ هي الانسجام مع الذات. أنت هو أنت. أنت أنا كمغربي خاصني نتصرف هنا كمغربي. أنا كمغربي خاصني نتصرف هنا كمغربي. ما يمكنش نخرج على قيمي وعلى ذاكرتي. إذن الخروج عن الذاكرة هو خروج عن الهوية، كما قال مالك بن نبي، وكنتمنى نقرأ تقرأوا لي شوية، هذه دعوة للفكر، لأنه بالقراءة قد نستطيع أن نرقى، أن نتجاوز هذا الابتدال وهذه التفاهات التي تتجول، أصبحت تتعايش معنا، دخلتنا حتى المنازل ديالنا. راه الفكر، مالك بن نبي شنو قال لك؟ راه ملي كنخرجوا من ثقافتنا كنبردوا، وإلا بردنا كتصيرنا جميع الأمراض، ما كنبقاوش مواطنين ساخنين. يعني ذاك المواطن اللي عنده الحرارة والغيرة اللي كيدافع على المقدسات ديالو، ملي حيدنا خرجنا من ملابسنا واللباس لي زابيسي لابيتيت، ما اعتدنا عليه، ما ألفناه تاريخنا. نسيان التاريخ معناه تدمير الهوية، نسيان التاريخ معناه تدمير الهوية. هذا التصور المهوي غندوز الى لحظه المنى. هذا شحال عليه؟ عليه خمسات، خمسات النقاط. ربع زائد خمسه هي شحال؟ تسعود. ما مطلوبش منك شي حاجه اكثر من هكا، مطلوب منك تشد هاد القوله هذه وتحطها هنا وتوسع فيها. ممكن تزيد تصور ديال افلاطون، ممكن تزيد تصور ديال ديكارت، ممكن تزيد تصور ديال سبينوزا، ممكن تزيد تصور ابن سينا، ديال الفارابي. تصورات كثيره كثيره بزاف، مئات التصورات. ما تطلبش منك انت تقول واحد او قول جوج او ما تقولش، ولكن هذه الفكره حاول توسع فيها المضمون ديالها بطريقتك. طبعا المضمون ديالها شنو هي؟ هو ان الشخص حتى وان تغيرت اعراضه فهو شخص انت، هناك جوهر انت ثابت. المناقشه عليها خمسات نقط. شنو المناقشه؟ المناقشه اذا كان التحليل تعاملت بحياد، ما عندي ما نقول، بحال لا كندير كنسلط الضوء كنقول ها شنو كاين حيادي، فالمناقشه علي ان ابتعد وان اسجل، بمعنى ان انقل الاشكال. شنو هو الاشكال؟ هو جواب الاشكال. شنو هو هذاك الاشكال؟ فيه ا وفيه نو، نو ا فيه هذا ان الهويه ثابته، وهنا اش غتولي الهويه متغيره. حنا في الدارجه كنقول واحد المثل شهير، الراس اللي ما يدور كليه كيدخل هنا، الراس اللي ما يدور قضيه. اذا ما عنديش مبدا ثابت، وواحد كيقول لك لا كلمتي نموت عليها، عطيت كلمه نموت عليها. مهاوي ما تقولش ليا، كيقول لك والله راه الظروف تغيرات، ما تغيرات ما والو، كلمه هي الكلمه، الكلمه هي الراجل، تفهمنا؟ هذا تصور ما. واحد يقول لك اودي لا راه كنت اتفقت معاك نبيع ونشري، ولكن راه هذا العدس راه كنديرها 150 الكيلو قبل ما تجي كورونا، ودابا راه الكورونا تزادت راه ولا غنبيعو لك ب 500. اذا
كيبدا يدخل هاد التصور ما هو اللي غادي نجيبوه باش نجيبو المناقشه. خاصنا نبينوا بان هذا التحليل تحليل هاد الاطروحه اللي كاينه هنا لها حدود فيها شي حاجه ناقصه. كيفاش ناقصه؟ لانه الانفتاح غتقول صحيح ملي غتبغي تنتقل صحيح ان هذه الاطاريح التي اكدت او التصورات التي اكدت البعد الماهوي بما فيها صاحب القوله ديالنا بانه رغم التغير فالهويه ثابته وترسخ في ما قبله مع افلاطون ومع ديكارت ومجموعه من الفلاسفه العقلانيين، فهذه القوله او هذه التصورات تبقى احيانا فيها بعض ملامح القوة كتبين بانها ما قدرتش تجاوب. علاش؟ غتبين بانها قاصره او انها ما جاوبتش بشكل جيد او كاين واحد نوع النقص في الحجاج اللي عليها او البراهين. وغتقول اودي مثلا الانفتاح على العلوم الانسانيه، العلوم الاجتماع، علم النفس، وعلم الانثروبولوجيا والبيولوجيا والفيزيولوجيا والحركات والواقع اليومي، كيبين لنا بان الانسان راه ماشي هو الانسان، الانسان هو اللي كيستطيع يتا ان تكون طفلا. سيكولوجية الطفل ماشي هي سيكولوجية المراهق، الطفل يلعب، المراهق غاضب، سيكولوجية المراهق انه غاضب تائر بغي يغير العالم، ما بغاش هو يتغير، بغي يغير العالم، لان المراهق جاءت من ارهق يرهق فهو متعب للاخرين. بون هنا فسيكولوجية الطفل ماشي هي سيكولوجية المراهق، ماشي هي سيكولوجية الشاب، ماشي هي سيكولوجية الكهل، ماشي هي سيكولوجية العجوز. واش دري صغير بحال دخل الحياة وعجوز جدو غيخرج من الحياة، واش كله غيكونوا كلهم كيفكروا بحال بحال؟ طبعا لا، واحد بحال بغى يدخل وواحد خرج، منطق الدخول ماشي هو منطق الخروج. بالتالي نحن امام خاصنا نبينوا بان هذه الأطروحة فيها بعض المحدوديه، وغندوزوا الى التصورات المعارضه. اذا غنقولوا التصور الدينامي للشخص. اشنو هي التصورات الديناميه؟ اشنو هي التصورات الديناميه التي اعتبرت مثلا، نعطي مثال فرويد، غتكونوا خدمتوا اكيد اكيد اكيد، وادعوكم اللي ما خدمهاش يمشي بعد مثلا التصور الدينامي ديال فرويد. فرويد كيفاش ننظر للشخصيه؟ الشخصية عند فرويد ليس لها طبع سكوني ستاتيكي، لا، لها طبع دينا، طبيعة التفاعل بين مكونات لا شعور، الأنا والأنا، الأنا والهو، الهو والأنا والأنا الأعلى، طبيعة التفاعل الحركية القائمة وعلاقة الداخل بالخارج، هادشي هو اللي كيصنع لك الهوية أو الشخصية ديالك. إذا الشخصية ماشي معطى جاهز، الشخص أو الشخصية هي فعل بنائي تفاعلي، تفاعل إنسان داخل ذاته، وتفاعل إنسان مع الآخر، وتفاعل إنسان مع المحيط. وغندور هنا نهضروا على السياقات، بأن الإنسان خاصو ما يسمي جون بياجي بالتلا وبحال دابا. واش حياتنا تغيرات مع هذا المستجد ديال فيروس كورونا؟ تغيرات حياتنا. علاش تغيرات؟ لأنه كاين واقع جديد خاصنا ندخلوا لمنا المنازلنا، ما نبقاوش بحال لاحظتوا ما كنبقاش كنسلموا على بعضياتنا، ما غنسلموش على بعضياتنا، ماشي حيت ما كنبغيكش، حيت كنبغيك ما بقيتش غنسلم عليك. كان واحد الوقت كنبغيك خاصني نعنقك وندور لك بواحد التعنيقه ونقدر كاع نقابل شادك ونطرد لك بوعك في طريقه السلام. الان وليت كنسلم عليك ا ديستونس. واش بغيت كنكرهك؟ لا ماشي كنكرهك، انا احبك، لكن السياق الاجتماعي تغير، السياق الاجتماعي تغير. إذا تغير السياق الاجتماعي يقود إلى تغير أنماط الأداء السلوكي، ما يسميه براف لينتون بالشخصية الوظيفية. دونك كان إن بيرسوناليتي فونكسيونيل، كيفاش أنها تتغير تبعا للأدوار اللي خاصها تأديها. إذا غنجيو هنا للتصور التصور الديناميكي، أن الشخص ليس هو الشخص، والشخص يتغير حسب أحواله وحسب نفسيته وحسب مزاجه وحسب ظروفه وحسب عاداته وحسب المجتمع الذي يقيم فيه. إذا كلما تغيرت الظروف تغير الشخص. غنجيو للتركيب حتى لا أطيل، لأنه لظروف أرى الأخ السي عبد الله يطلب مني نركز، فما غاديش نكثر في التركيب. لاحظوا معايا الإخوان، غنرجع وغنقول راح مطلب منكم
هذه لها خمسة نقاط، لها خمسة نقاط، عليها خمسة نقاط، والتركيب اللي ثلاثة نقاط غتبقى ثلاثة نقاط مخصة لي الشكل وجمال الورقة وحسن التقديم. هذه جوانب شكلية ما كتدخلش في التصحيح. شديت ورقة تكون مزيانة، ما فيهاش الخربشات، ما فيهاش البلونكو، ما فيهاش الضرب والجرح، ها ورقة زوينة نقية بريزونتي، وداك الشيء قليل كتبقى ثلاثة نقاط. الشيء الاخر كيتقسم على هادو. كنجيو للتركيب، شنو هو التركيب؟ التركيب مرتبط بسيط، التركيب جدا. التركيب هو القدرة على بناء واحد الخلاصة تجمع ما بين التحليل والمناقشة. غتقول ودي أن الموضوع عنده أهمية، الموضوع له أهمية وعنده قيمته في الفكر الفلسفي، لأنه كيفتح لنا واحد النقاش مهم واقعي وراهني حول إشكالات مازال كتعاش في الواقع ديالنا، اللي هي شخصية الفرد ما بين الثبات وما بين التغير. وبالتالي هذا الموضوع فهو مازال مفتوحا على آفاق تفكير وعلى مجالات أخرى، وهي دعوة لمزيد من التفكير، أنه لا نفكر إلا بالمزيد من التفكير، نعاود نعمقه من أجل رفع منسوب العقلانية لدى الجميع، والوعي بأهمية هذه الإشكالات اللي كترتبط بالشخص كمفهوم فقط، ليس مفهوم مجرد ولكن كمفهوم، لأنه الحديث عن الشخص هو الحديث عن هويتنا، عن ذاتنا، عن إكراهاتنا، عن قيمنا. إذن هذا هو الإخوان، كان باش نختم، إذن هذا هو الإطار العام الناظم لفلسفة القولة. عافاكم وخليني نقولها بالترجي، لأننا بينكم تنجحوا، كيهمنا ترسيخ ثقافة النجاح، لأنه لا بارك عنا من الفشل ومن الإحباط ومن العدمية شي عينا به، شي شوية ديال الجهد، شي شوية ديال كما كيسميه فخير فيليب برونو، هذا سيتان ستخاط سوسيولوج كبير، كيقول لك بان التلميذ اللي كيقرا ماشي هو اللي كيقرا بزاف، هو اللي كيعرف كيفاش يقرا، كيسميه ليلاف ستراتاج، التلميذ الاستراتيجي. بالنسبة للتركيب رجاء عليه ثلاثة نقاط، عليه ثلاثة نقاط، تحسبهم، تخرج حاسبهم. أشي النقطة الأولى، خلاصة التحليل غتقول بأنه وبالرجوع إلى القولة اللي اشتغلنا عليها، فإنها كمقفلة قيمة الأطروحة التي تؤكد بأن هناك هوية ثابتة رغم مظاهر التغير. ثم غتقول النقطة الثانية، قيمة الإشكال، لأن الفلسفة هي القدرة على إشكالات الفكر، بمعنى غتقول أن هذا الإشكال اللي عندنا ديال الهوية بين الثبات والمتغير هو إشكال راهني، إشكال ما زال مفتوحا وينبغي أن يبقى مفتوح من أجل مزيد من الإنتاج ومن مزيد من التفكير. النقطة الثالثة كتعرف أنتما هي إبداء رأي شخصي، عندك الحق دير وجهة النظر، أنت ماشي دابا جتستي جميع المراحل، فهمتي؟ مسكتي المفهوم، مفهوما وإشكالية، حلت الأطروحة، توسعتي فيها، دزتي المناقشة، بينتي الحدود ديالها، وبينتي التصورات المعارضة، التركيب، بينتي قيمة الأطروحة، بينتي قيمة الإشكال، لك الأوان أن تكتب. بحال كيعطيك فيزا انك راك فعلا عندك الجدارة انك تعبر على موقفك الى جانب الكبار، ما دام امتلكت هذا الحس بهذه النسقية فهما تحليلا مناقشة، انا لك الاول حقك تعبر على رايك، ولكن ماشي اي راي، ينبغي ان يكون رايا مدعما، رايا مبرهنا، رايا فيه المنطق وفيه الدليل وفيه الحجة، وإذا ما كانش، إذا ما عندك حجة، ما عندك دليل، ما تكتبوش انسجاما مع قولة فيتجنشتاين، هذا أحد فلاسفة اللغة، الذي يقول ما لا تستطيع أن تبرهن عليه لا تقله، ما لا تستطيع أن تدافع عنه لا تقله. الحاجة اللي ما قدرتش تدافع عليها وتبرهن عليها تدافع عليها رياضيا وبرهانيا، من الأحسن ما تقولهاش. إذا درنا ثلاثة نقاط، قيمة الأطروحة، قيمة الإشكال، ثم إبداء رأي إن كان معززا، نجدد اللقاء في الحصة في الحلقة الثالثة مع اختبار جديد من اختبارات الامتحانات الوطنية. شكرا سعد على الجهد. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب،
وبارطاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.